السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا مزيان، امور هانيه ان شاء الله يا ربي. كيف كتشوفوا معايا صايبه الحلوه اللي كتجي معلكه، كتجي غزاله ما نقولكمش يا البنات. المذاق ديالها شحال غزاله وسهله في التحضير. ودابا هذا الوقت ديال القرقاع، اجيو نصايبوا بها حلوه. كيف كتشوفوا معايا، عندي هنايا نص كيلو ديال القرقاع اللي سبق ليا وقشرته. كنشري القرقاع بالقشور ديالو، صايبته وضفت له شويه ديال الكاوكاو، والكاوكاو كيبقى اختياري. بعد ما طحنته كتجيب هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. وهاد الحلوه كتجي غير بالقرقاع، غير انا ضفت لها، قلت نضيف لها شويه ديال المواد. عندي هنا نص كاس ديال السكر، وعندي 7 غرام ديال الخميره الحلوه، وشويه ديال الفاني، وجوج حبات البيض، والنص كاس ديال الجنجلان اللي كيجي فيها لداخل. كتجي غزاله بالجنجلان، حتى الجنجلان كيعطي لها واحد التقرميله لداخل، ومع ديك التعليكه كتجي غزاله يا اخوات. غادي نضيف لها نص كاس ديال السكر، وتقدروا تستغناو على السكر وديروا فيها العسل، داكشي كيبقى الاختيار ديالكم. انا عندي الحساسيه ديال العسل، اما الا بغيتوا ديروها صحيه 100% خصكم ضروري ما ديروا العسل وتحيدوا السكر. بعد ما ضفت السكر وضفت لها 7 غرام ديال الخميره، وغادي نضيف لها جوج بيضات وشويه السكر ديال الفاني، غير شويه على حسب معلقه صغيره. غادي نخلطها جيدا، وغادي نديرها في الثلاجه لمده ربع ساعه او 20 دقيقه حتى تجمع. دابا كتلصق، بين كتعجنوها كتبقى تلصق في اليدين، ولكن بين كديروها في الثلاجه صافي كتبقاو تحكموا في الحلوه ديالكم. بعد ما درتها في الثلاجه كيف كتشوفوا، بدون دقيق، بدون يعني كتكون صحيه للدراري، يعني الدراري يحمقوا عليها بين ياكلوها. يا اخواتي الا ما كياكلوكمش القرقاع، تقدروا تستعملوها بالطريقه هذه باش ياكلوا لكم القرقاع. غادي نديرها كويرات، وغادي نديرها في السكر كلاصي. شفتوا كيف كتجي؟ ما كتلصقش على اليدين نهائيا، اللي كتكون واضعه في الثلاجه لمده 20 دقيقه. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. بعد ما فنتها في السكر غادي نديرها في الصينيه ديال الفران، وغادي نزوقها بالحبات ديال القرقاع. تقدروا تضيفوا لها الجنجلان، يعني ديروها في الجنجلان عوضا السكر كلاصي، ديروها في الجنجلان. غادي ندخلها الفران لمده ربع ساعه، هي ما غاديش تحتاج طياب بزاف، مده ديال ربع ساعه. بعد ما كنجبدوها كتجي هكا مشقه، كتجي بحال الغريبيه، كتجي رائعه ومعلكه لداخل. ونستنى عليها حتى تبرد، من كتبرد كتجمع، بين كتكون حيدناها بالفران كتكون عاد سائله، يعني كتكون ما تقدروش تحيدوها بالسينيه حتى تبرد. كتجي رائعه يا اخوات، وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.